مرحبا بكم. بما أنه من أفضل لاعب العالم، فهو يتمتع بمهارات من الصعب أن تجدها في أي لاعب آخر حتى بعيدا عن كرة القدم، فهو إنسان غير عادي. فهو يجري بسرعة كبيرة، قد يجري في المباراة الواحدة حوالي 130 كيلومترا مربعا. يلعب كرة السلة أيضا، ويمكننا أن نقول أنه يستطيع أن ينافس في كل مجال وله تجارب عديدة في أشياء مختلفة. هيا نشاهد معنا المسابقات التي اشترك فيها. وقبل البدء بالفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، رونالدو والكاميرا درون. أول تحدي لرونالدو في حديقة منزله فوق المسبح، يحاول أن يضرب الكرة في طائرة درون. أول تجربة لم تنجح، لكنه حاول مرة ثانية واستطاع أن يضرب الكاميرا درون بالكرة ويسقطها، ولم ينسى أن يؤدي حركته الشهيرة بعد تسجيل الأهداف. ثانيا، رجل الثلج. في العادة يحب كريستيانو التجارب المختلفة، وفي هذه التجربة كون كريستيانو حائطا من رجال الثلج في محاولة منه لتسجيل هدفا من ضربة حرة خلال الحائط الضخم، وبالطبع لم يوقفه شيء. ثالثا، تحدي زجاجة. هذا التحدي الذي انتشر كثيرا في الفترة الأخيرة، وشارك فيه العديد من المشاهير من ضمنهم كريستيانو رونالدو، والذي أخذ زجاجة وابتعد ثم ألقاها، وكانت النتيجة مذهلة مقارنة بطول المسافة. رابعا، الحلاق. وفي هذه المرة نرى رونالدو على كرسي الحلاق، وبينما هو يحلق يلعب بالكرة، فعل الشيئين في الوقت ذاته، وهو ليس بالأمر السهل، فإياك أن تجرب هذا عند حلاق بلدتكم. خامسا، طاولة البوكر. ذكرنا من قبل أن رونالدو ذكي جدا. سادسا، الاستيقاظ. ظهر في الفترات الأخيرة تحدي الاستيقاظ من النوم، ولكنه لم ينتشر كثيرا، فبمجرد أن يستيقظ اللاعب يبدأ باللعب بالكرة وأداء حركة مختلفة وتسجيل هدفا رائعا في النهاية. سابعا، التنس. على الرغم من سرعة قدمه ومهارته في كرة القدم، كريستيانو أيضا ماهر في التنس. في هذا التحدي كريستيانو يواجه أفضل لاعب في العالم، وفي مباراة غريبة من نوعها، حيث يلعب كريستيانو بقدمه بدون مضرب. هذه الكرة صغيرة جدا، لكنه يستطيع أن يتحكم فيها بكل سهولة. ثامنا، السلة. هذه المرة يحاول رونالدو تسجيل هدفا في كرة السلة بقدمه، وحتى في هذه المرة نجح في التسجيل. المستحيل هو عبارة عن مجرد كلمة بالنسبة لكريستيانو رونالدو. تاسعا، المراوغة بالكرة. اشترك رونالدو في سباق بينه وبين صديقه، ظل يراوغ بالكرة دون توقف، لم يستطع صديقه فعل أي شيء غير المشاهدة، وحتى ترك كريستيانو الكرة. عاشرا، ألعاب البهلوان بالكرة. تحدي غريب بعض الشيء، وكانت المفاجأة قيام كريستيانو بهذه الحركات، وها هو يتفوق من جديد. أحد عشر، التدريب. دائما يسعى رونالدو لعمل أشياء مختلفة في التمرين، وحتى في التمرينات يلعب ويتحرك بذكاء. محبي كرة القدم يحبون هذه الحركات ويستمتعون بمشاهدتها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.